إنها الدنيا عباد الله دار الممر لا دار المقر، والناس فيها صنفان: من باع نفسه فأوبقها، من باع نفسه فأوبقها، ومن ابتاع نفسه فأعتقها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنها لدار أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عذاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر حزن. فإن ذوي الألباب إذا امتحنوا الدنيا تكشفت لهم حقيقتها بعد إغراء، وأن اللهث وراءها مغبته عناء. وكم من مغرم بطلابها زورت له خصوما في ثياب أصدقاء. هذه هي حقيقة الحياة عباد الله، تقلب وغير ونوائب وزوال، لا دوام فيها ولا بقاء، لا دوام فيها ولا بقاء.